من أمستردام ينضم إلينا زيد تيم الباحث السياسي وأمين سر حركة فتح في هولندا. سيد زيد أهلا وسهلا بك، كيف تتابعون ما يجري من جديد في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة في هذه اللحظات؟ الحرية للأسرة والشفاء للجرحى. أول شيء نتنياهو ثعلب سياسي في هذا العالم، هو يعرف ماذا يفعل ولا يقدم إلا القتل والإرهاب ويخترع الحجج الواهية، لأنه عمليا مستشفى الشفاء قد ضرب بشكل همجي واستخدمت فيه كل أشكال القتل والإرهاب سابقا. اليوم يريد، طالما أنه أرسل وفد من أجل المفاوضات لحل هذا الموضوع بشكل جزئي، ولما سمعته أنا وأنتم كذلك من بايدن في الأيام القليلة الماضية بأن نتنياهو يضر بمصلحة إسرائيل وأن هذا يجب وقف إطلاق النار وإلى ما هنالك، أعتقد كل هذا يريد تحقيق لو بشكل وهمي، لو بشكل مقتصر على أشياء محددة تدور في مخيلته. اليوم هذا العمل الذي يقوم فيه في ظل إرسال وفد في مجمع الشفاء، أصلاً أقدم مستشفى في قطاع غزة، عمره أكبر من عمر هذا الكيان المزعوم، اليوم عم يتعرض إلى هجمة يندى لها جبين البشرية ويحتوي على بعض المرضى وبعض الأشياء البسيطة جداً جداً جداً، لأنه هو تعود نتنياهو أن يقدم سياسة القتل والإرهاب والإبادة الجماعية والتجويع وضرب البنية التحتية وإلى ما هنالك. الاحتلال ينفذ جريمة بحق الإنسانية في الأراضي الفلسطينية حقيقة، وأنا يعني أستغرب أنه هذا العالم إلى هذه الدقيقة وإلى هذه اللحظة لم يتخذ قرارا واحدا بوقف إطلاق النار. هذا الاحتلال يريد وقف إطلاق النار، أنا أعتقد واهم كل من يتحدث بوقف إطلاق نار دائم. الاحتلال يريد مصلحته، يريد تحقيق مكاسب خاصة فقط، ونتنياهو هناك رغم أنه يتحدث اليوم قبل قليل، قبل ساعات من الآن تحدث بأن نحن نتعرض إلى ضغوط دولية لإيقاف الحرب من خلال الدفاع عن بذريعة الانتخابات، إذا أوقفنا الحرب نخسر هذه الحرب. هذا ما يقوله نتنياهو. نتنياهو لم يقدم إلى هذا العالم ولا أي شيء إيجابي، على العكس تماما، لم يلتزم بالاتفاقيات. طيب سيد زيد، فقط اسمح لي أن أشير إلى هذا العاجل، وفقا لما أصدرته وزارة الصحة في قطاع غزة بأن تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين داخل مجمع الشفاء الطبي، وإنما تقوم به قوات الاحتلال ضد مجمع الشفاء يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والاتفاقية جنيف الرابعة. وتقول إن الاحتلال لا يزال يستخدم رواياته المفبركة في خداع العالم وتبرير اقتحام مجمع الشفاء الطبي. تضيف أن الهجوم العسكري الإسرائيلي يستهدف الاستمرار في تدمير المنظومة الصحية شمال قطاع غزة، وجددت مطالبة المجتمع الدولي بإدانة ورفض هذه الممارسات، مع مطالبة المؤسسات الأممية بالتوجه فورا إلى مجمع الشفاء الطبي لحمايته وحماية كل من بداخله. أعود من جديد إليك سيد زيد تيم. أستاذي الكريم، منذ أيام قام الاحتلال بمجزرة يندى لها جبين بشري في دوار نابلسي وفي دوار الكويت وفي أكثر شارع الأمل، في شارع صلاح الدين، في خان يونس، في كل المواقع، مخيم انصراف، اليوم كمان لبريج نفس الشيء. الاحتلال لا يقدم إلا القتل والإرهاب. أكيد هذا المجمع يحتوي على بعض الممرضين والأطباء، وأن يجب الاحتلال أن يتحمل كامل المسؤولية